بركات. مساء الفل يا عم جمعه، مساء الخير يا عم البلد. اخبارك؟ وحشني. انت شايف مني كتير قوي. طب بقول لك ايه، خد بالك، هو اسلام دلوقتي بيقول لك هو بيقطع فيك. انا قسما بالله ما قصدي حاجه خالص، بس انا بحكي له ان جمعه انا اتعلمت منه. علمنا انا علمتك. يعني انت معلم يا بيه، يعني انا بتكلم معاك ان انت يعني انت خدت يعني انت الكلام اتاخد بالتراك كويس. انت علمتني يا عم بركات، ما تهريش انت وبتاع والناس تيجي تدبسك. وبعد كده خد بالك انا لسه ما حكيت. خلينا نتفق يا كابتن ان اسلام شاطر ومذيع شاطر وقدر يوقعك في الغلط. ها لا انا ما اقدرش يا نجم. لا لا وقعوا مع مين غلط؟ بقول لك ايه، وقعوا في مين غلط؟ ده انا لسه ما حكيتلوش الجون ما بيخش تقوم مطبطب على اقرب واحد. منور والله يا حبيبي، منور قناه الاهلي ومنور مع اسلام. حبيبي حبيبي يا جمعه، و وممتعنا بتحليلك، يعني طبعا مش بجامل والله، بس متعنا وسبحان الله. يعني مش عارف، كنت متخيل ان انت كده كنت زي ما كنت لعبك قوي وعنيف، كنت متخيل ان انت برضو هتبقى عنيف في تحليلك، بس انت بصراحة يا جمعة فاجئتني بصراحة يعني. وطبعا ده مش رأي، ده رأي الناس كلها يعني. فأنا سعيد بصراحة بوجودك وبنجاحاتك اللي انت بتحققها بره والله. حبيبي يا بركات، ربنا يخليك والله العظيم. انت انا سيبك من الهزار بصراحه. لا يا جمعه اقف في حته عشان الناس تسمعك بس يا جمعه، لو سمحت يا جمعه اقف في حته كويسه بس عشان الناس تسمعك بعد اذنك. انا في العربيه والله يا اسلام، لسه مخلص شغل ومروح البيت. هو مين اللي كسب؟ مين احنا ما خدناش بالنا؟ السيجنال تلاقي زي بقول لك، هو مين اللي كسب النهارده؟ انا ما خدتش بالي النتائج ايه. كان عندنا نابولي وليفربول، ونابولي فاز على ليفربول 2-0. نابولي كسب 2-0؟ 2-0 طب هو صراحة عمل مباراة كويسة، بس ضيع هدفين والله. بس عمل مباراة كويسة محمد صلاح؟ طب يا نجم، يعني النهارده الحقيقه انا بالنسبه لي ان انا يكون معايا محمد بركات في الاستوديو، ومعايا وائل جمعه على الهوا ان شاء الله يعني القادم لسه يعني، لكن ان انتوا تبقوا معايا على واحد معايا على الهوا، واحد معايا قاعد قدامي، ببقى سعيد جدا يا جمعه، وبفتكر حاجات جميله جدا جدا. والله يا سام احنا عشره عمر، وعشنا ايام جميله كلنا مع بعض، وبصراحه يعني كلنا يعني شفنا ايام، بقول لك كلنا دلوقتي بنتذكرها يا اسلام. مظبوط. كلنا الحمد لله ساهمنا في فرحه ناس كتير، وعملنا تاريخ كبير، انما الناس في حاجات كتير ما كانتش تعرفها في علاقاتنا ببعض يا اسلام، وحبنا لبعض واحترامنا لبعض، برغم الهزار والضحك اللي الناس كانت بتشوفه، انما يعني بنتعامل كرجاله كل المواقف، في الملعب بره الملعب كنا جدعان جدا مع بعض يا اسلام، ودي الحاجات اللي لازم الناس تعرفها وتعيشها معانا من خلال المواقف اللي بركات بيحكيها واللي انت بتحكيها واللي انا بحكيها. يعني الحاجات دي هي اللي المهم الناس تشوفها عشان تعرف احنا كنا يعني قد ايه ناس ملتزمه وناس مركزه في مشوارها، عشان كده ربنا يعني وفقنا ونجحنا في حياتنا في الكوره يا اسلام. طب يا نجم، يعني طيب احنا دايما انتوا بيناموا الساعه 10 هو لغايه دلوقتي. يعني هو دلوقتي انت عارف ان هو كان معايا هنا في حلقه عن احمرت. ما انا عارف، هو لغايه دلوقتي. أيوة. هو بيناموا الساعه 10 تريكه وجمعه كده. تريكه وجمعه بيناموا الساعه 10. احنا كنا بننام بدري انا وبركات وشادي، صح؟ لا بلاش انتوا الاثنين، عشان انتوا الاوضه دي ما يعني ما كان في حظر تجوال عند الاوضه بتاعتكم. يا ابو حضرة التجوال ايه؟ احنا ما كناش بننام غير الساعة 1:30 2، يعني كانت هتحصل ايه يعني؟ ال 1:30 الظهر. والله طب اقول لك على حاجة، أنت اللي خسرت والله يا جمعة، أنا كان نفسي أجيبك أنت وتريكا في ماتشات معينة وتيجوا تسهروا معانا. كنتوا هتعملوا أحلى ماتشات. لا سهراتك بلاش سهراتك أنت وبركاته والنبي. ليه يا نجم؟ الحمد لله يعني كان إيه، كل واحد ليه طريقة في التركيز. ايوه كان مختلف عن تركيزك انت تماما يعني. ايوه احنا عكس تركيزك تماما. ايوه صح يا جمعه، بدليل ان انا ببقى نازل الماتش بضحك وانت نازل الماتش مكشر. اقول لك يا جمعه طب اضحك، يقول لي لا، يقول لي والله، يقول لي انا لو ضحكت مش هعرف العب. بركات اللاعب الوحيد والله يا اسلام، انت كنت موجود معانا وبتشوف اللاعب الوحيد اللي انا كنت ببص له اضحك.
انت فاهم في قمه التركيز، انا ما اعرفش اهزر ولا اضحك، ان انا ابص لبركات وابص لشكله وهزاره الاقي نفسي وقعت على الارض من الضحك، اقول له ابوس ايدك ما تبصش يعني ما تبصليش فاهم؟ مش عايز حتى لما اروح اتكلم معاه ابقى يعني بكلم معاه في اقل الحدود يا قدام، لاني عارف ان انا لو طولت عارف اروح اتكلم معاه بجد واقول له يا بركات عايزين نعمل كذا، يقول لي يبص لي كده اروح اجز دماغه او يقول لي ايه كله في الكليتش فاهم؟ لا خد بالك انا كنت لازم يعني جمعه بالوحيد اللي انا كنت لازم اقفله لما يجي يتكلم معايا، يعني مثلا جمعه يجي يكلمني يقول لي بركات عايزين نشد النهارده وبتاع وماتش صعب عايزين نشد، انا بصص له كده اقول له ايه هو انا مالي؟ فيجي يقول لي عايزين نشد ما تهزرش، اقول له ايوه اعمل ايه يعني؟ طيب ما تقول لي، طيب قول لي اعمل ايه اللي مطلوب مني وانا اعمله كده. فانا كنت دايما اتعمد ان انا افضل اتكلم مع جمعه ليه؟ جمعه نيجي مثلا نسخن افضل بصص له كده. فهو هو كان بص ما يبصليش خالص، ما يبصليش، فهو طبيعته كده. جمعه لازم يكشر ويبقى مركز 100%، لو ابتسم ما تضمنش جمعه يبقى عامل ازاي في الماتش. تبقى ممكن يبقى عنده مشكله لو ابتسم. وهو يقول لك كده، يقول لك انا يعني بحس ان انا بفقد تركيز. وهو هو عمل فيك ايه وهو بيلعب باك رايت؟ طبعا انا كنت اسهل باك رايت في التاريخ، لكن هو هو عمل فيك ايه وهو بيلعب باك رايت؟ هو في الاول يا اسلام يعني كان يعني الموضوع صعب عليا في الاول على ما اديله التعليمات اللي هي ايه عارف اللي تخليه يمشي معانا في طريقه اللعب والحاجات دي. احنا كنا بنلعب بثلاثه في الدفاع وباك يمين وباك شمال، باك يمين كنت هاجم اكتر يعني. فطبعا كان بركات علشان يرجع لما تبقى الهجمه علينا يرجع بحس انه بيبقى تايه فاهم؟ على ما يتعود بس على ما يتعود على الناحيه الدفاعيه صعبه ايه بقيت دايما اوجهه واكلمه. فطبعا واحد زي بركات يعني هتوجهه هيبص لك هيقعد يضحك هيخرجك بره تركيزك. فرحت رحت له في موضوع الاوفسايد ده قلت له يا بركات يعني موضوع الاوفسايد ده انت لما تلاقينا طالعين كلنا اطلع وخليك معانا وارفع ايدك لورا بتعلم من ساعتها بقى يبقى مغطي في الاوفسايد برضه يروح رافع ايده برضه. بس كنت برفع ايدي ولا لا؟ حصل حصل انت عرفت السر خلاص. بقول لك ايه تلميذ نجيب، تلميذ نجيب بقى يرفع ايده. طب بقول لك ايه يا جمعه، طب ما قلتليش انا ما كنتش بتقول لي انا الكلام ده ليه؟ كان عمره ما قال لي كده. لا انت مش هقول لك عمره ما قال لي كده. انت وانت انت بص انت باك رايت مخضرم طول عمرك بتلعب المكان دوت وكده، مع اني بقول ليك انت برضه ذكريات سيئه برضه هحكيها قدام الناس. هنحكي دلوقتي وهنقول هحكيها دلوقتي، بس انت كنت فاهم انت بتعمل ايه. انت هتطلع تهاجم وهتعمل وهتسوي وبعد كده هترجع هتعمل احسن من اللي عملته قدام، هتدافع اكتر ليه؟ عارف هتقف فين؟ عارف حتى هتحلق امتى؟ هتخش امتى؟ التاكلنج امتى؟ انت مش عارف حاجه خالص هتعطل امتى؟ فانت يعني انت فاهم. فانا لسه بقى انا مش عارف دلوقتي، طب شويه، طب ما اعرفش ايه، واسمع كلمه من هنا. وبعدين اقول لك على حاجه، ده رغم بعد كل ده بقى ده انا لعبت باك رايت كمان في ظروف زي ما جمعه قال لك دلوقتي. ده احنا كنا بنلعب ليبرو اتنين سرد باكين. يعني كنا بنلعب ثلاثه في القلب، ثلاثة أربعة ثلاثة. احنا لو كنا بنلعب أربعة وأنا بلعب باك رايت في أربعة مش في خمسة، أقسم بالله كان جمهور النادي الأهلي هو اللي طردني من النادي. والله ده كنت هعمل كوارث. كانت هتبقى هيصة كوارث. ده أنا في ثلاثة يعني سفاحين، النحاس وجمعة وشادي محمد، وكان معاهم أحمد السيد. وكان في اتنين في نص الملعب ساعتها، شوقي وحسن مصطفى، مكن ما بيبطلش، فكل دول كانوا بيغطوا عليا. إنما دلوقتي أربعة وأعمل كان. يعني جمعه طبعا احنا على طول، لكن سعداء جدا بوجودك معانا يا جمعه، ويعني دايما بتشرفنا ودايما بتنورنا، وقناتك طبعا وبيتك، ويعني بشكرك شكرا جزيلا دايما ان انت موجود معانا كابتن وائل جمعه. لو عايز بقى بركات تقول له حاجه. جمعه عايز اقول لك يا جمعه طبعا يعني اكيد انت وحشني، بس انا عارف ظروفك، خليك اول ما ترجع باذن الله لازم تكلمني ولازم اقابلك. نقعد مع بعض نتكلم مع بعض شويه، عشان ما ينفعش ان احنا نبعد عن بعض فترات طويله. وربنا يوفقك كده وتستمر في بتاعنا ان شاء الله. نشوف مين اللي بيقول. هو اللي بيقول. لما انا اجتماعي. لما انا هتقول لي. ما انا ساعات يعني اوقات واوقات. اوقات واوقات. هو دلوقتي اجتماعي. انا اجتماعي دلوقتي. انا هنعمل قعده ان شاء الله قريب، بس لما يجي وائل من ان شاء الله ان شاء الله من شغله، وان شاء الله نقعد نعمل قعده كبيره باذن الله. بتوفيق يا جمعه. حبيبي يا بركات، والله انا سعيد جدا ان انت مع اسلام النهارده، والناس تشوفك انت خاصه ان انت يعني قليل الظهور شويه للناس، وانت عارف الناس بتحبك ازاي، انما وجودك بيمتعنا ومتع الناس دايما يا بركات. واحنا يعني انا واحد من الناس اللي بتمنى ان بركات يبقى موجود على طول ان شاء الله،
نتمتع الناس كده ان شاء الله. مالكم سهره جميله، الناس تستمتع بوجودكم مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يخليك يا عم مصر، تشكرينا جمعه. ربنا يخليك يا حبيبي. يعني برضو جمعه ذكريات جميله جدا.